اهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في كل يوم جديد. النهارده هنعمل مع بعض حلقه عن البطيخ وهو فاكهه الموسم. بس للاسف كتير قوي لما بيروحوا يشتروا البطيخ الفكهاني بيخبط لنا عليها كده ويبص لدي وبعد كده يبص لواحده ثانيه يخبط عليها ويقول لك خدي دي حلوه يا استاذه او دي حلوه يا استاذ، ونروح في البيت نلاقيها حمراء او قرعه، وفي الاخر بيكون طعمها مش حلو. النهارده هنعرف مع بعض ازاي نختار البطيخ بيكون طعمه كويس ومستوي كويس ويكون مرمل ومسكر. واول حاجه هبص عليها الجزئيه اللي هنا، لما الاقي في الجزئيه دي حته خضراء كده وطالعه لفوق ده معناها ان البطيخه دي لسه سواها ما اكتملش، فده ما اختارهاش. انا اختار انهي بقى اللي تكون نازله لتحت وما فيهاش اخضر، دي اول حاجه ابص عليها. تاني حاجه هبص على الحته البيضه الكبيره قوي دي، لازم تكون صغيره، اصغر من كده يعني في الحجم ده كده كويس، لان يعني هي كل ما سواها بيكمل كل ما هي بتخضر، فده معناها ان دي لسه ما استوتش كويس، يعني مش هتبقى قرعة لكن هتبقى حمراء، لكن مش هيكون طعمها مرمل وطعمها كويس قوي. طيب نفترض ان احنا اشترينا بطيخه واتضحك علينا زي كده زي ما انا اتضحك عليا في البطيخه دي وطعمها مش هيطلع حلو بس هتبقى حمراء، هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها حاجتين، ممكن نعمل بيها ايس كريم، ممكن نعمل بيها جيلي، ممكن نعمل بيها عصير، والاحسن في الموضوع او الاسرع الجيلي والعصير.